السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ رب تكونوا بخير. معكم دكتور أسامة معروف، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كده، علشان هنتكلم النهاردة على موضوع مشهور جدا بيحصل في فصل الشتاء، اللي هو تورم الأطراف، اللي هي تورم أصابع القدمين وممكن كمان الأصابع بتاعة الإيدين. طيب هنتكلم على المرض بشكل عام، إيه هو؟ هنتكلم على الأعراض بتاعته، هنتكلم على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، هنتكلم إزاي أقي نفسي من المرض ده، الحاجة الأخيرة هنتكلم على العلاج. طيب تعالوا كده ما نشوف أول حاجة المرض ده بيحصل في إيه. زي ما احنا شايفين بنلاقي إن الأطراف في الفصل بتاعت الشتاء بتبدأ إن هي تتورم، زي الأصابع بتاع القدمين وممكن كمان الأصابع بتاعة الإيدين. التورم اللي بيحصل في الأطراف ده بيبقى سببه إيه؟ تعالوا كده أما ناخدها واحدة واحدة، افهم المرض هتعرف تعالجه صح. تمام؟ ده بيحصل نتيجة التهاب في الأوعية الدموية الطرفية، نتيجة الآتي: نتيجة تعرضها لبرد شديد، وبعد كده تبدأ إن أنت تحط رجليك في مية دافية أو تدفي رجليك فجأة. التعرض المستمر للبرودة الشديدة ولدرجة الحرارة العالية أو التدفئة اللي بتحصل بشكل سريع، ده بيؤدي إلى التهاب في الأوعية الدموية الطرفية. الالتهاب بتاع الأوعية الدموية الطرفية ده بيبقى مصاحب ليه تورم، بتلاقي الأطراف بتاعة الإيدين والصوابع بتاعة الرجلين تبدأ إن هي تتورم، يبدأ مصاحب ليها ألم وحكة وعايز يهرش، واللون بتاعها بيبدأ إن هو يتغير من اللون الطبيعي للون الأحمر للون الأزرق. أنا كده عرفت المرض. طيب تعالوا كده ما نتكلم على المرض والأعراض بتاعته. زي ما أنا قلت نبدأ إن احنا نتكلم على الأشخاص اللي هم أكثر عرضة للإصابة. الأشخاص اللي هم أكثر عرضة للإصابة الأشخاص اللي هم بيلبسهم لبس ضيق ولبس مكشوف، يعني ما بيدفوش نفسهم كويس خصوصا في الجو البارد ده. تمام؟ طيب الأشخاص اللي عندهم ضعف في الدورة الدموية، بمعنى الدورة الدموية الطرفية عندهم ضعيفة. تمام كده؟ طيب مرضى السكر بيبقوا عرضة أكتر لحدوث اللي هو الموضوع ده. طيب الستات أكثر عرضة لحدوث الموضوع ده. الناس اللي عندهم أمراض مناعة ذاتية زي مرض الذئبة اللي هو بنقول عليه اللوبس. طيب الناس اللي هم عندهم متلازمة رينودز، يعني في ناس كده بنقول عليها عندها رينودز سيندروم، الناس ديت بتبقى أكثر عرضة عن غيرها لحدوث تورم الأصابع وتورم الأطراف. تمام كده؟ طيب أنا كده اتكلمت على المرض، اتكلمت على الأعراض بتاعة المرض، اتكلمت على الأشخاص اللي هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض. طيب تعالوا كده بقى ما نشوف نقي نفسنا من الموضوع دوت إزاي. أنا اتكلمت لك على الأسباب في الأول علشان تكون عارف انا اقي نفسي من الاسباب ديت ازاي، عن طريق ان انت تعكس الموضوع. انا بتعرض لبرد شديد يبقى ادفي نفسي، لما اخرج بره البيت لازم اكون مدفي الاطراف بتاع جسمي، لابس يعني جوانتيات او قفازات تكون تقيلة علشان تضفي صوابع ايديا، لابس طاقية تمام تكون مغطية الودان علشان تدفي المنطقة بتاعة الراس، لابس يعني شرابات تكون تقيلة شوية علشان تدفي الأصابع بتاعة القدمين. تمام كده؟ وتكون لبسك كله تقيل. الحاجة التانية ما تقعدش في مكان يكون بارد، يعني حاول تدفي المكان بتاع الشغل بتاعك أو المكان بتاع الإقامة بتاعتك في البيت. تمام؟ حاول ان انت تضف المنطقة على قد ما تقدر. طيب الحاجة اللي بعد كده، اوعى تكون جاي من بره وحاسس ببرودة وتحط رجليك في مية سخنة مرة واحدة، ده هيؤدي الى حدوث الموضوع وتفاقم الموضوع اكتر بكتير. الحاجة التانية، اوعى تدعك المنطقة المصابة، بمعنى ما ينفعش ان انا اول ما احس كده بالحرقان او رجليا بتاكلني اقوم جاي رايح ايه اقعد بقى احك فيها واهرش فيها. تمام؟ يعني بلاش احسن، لان الموضوع دوت هيؤدي الى يعني تفاقم المرض او زياده الاعراض بتاعه المرض. تمام؟ طيب كده اتكلمنا ازاي اقي نفسي من الموضوع ده.
تمام، بجانب طبعا الناس اللي هم اللي عندهم رينود سيندروم او متلازمه رينود، او الناس اللي هم عندهم مرض مناعي زي اللوبس، او الناس اللي هم مرض السكر يحاولوا ياخدوا بالهم في الشتاء، تمام، انهم لازم يدفن نفسهم كويس قوي. بالنسبه بقى للعلاج، لازم نركز كويس قوي. خلاص انا عندي دوره دمويه ضعيفه في الاطراف، اقويها، تمام، اقويها بايه؟ برياضه. ممكن ان انت تعمل رياضه، الرياضه هتساعد على تخفيف الموضوع دوت شويه عن طريق ان هي بتزود الدوره الدمويه في الاطراف. الحاجه الثانيه، الورم او الالتهاب اللي حصل ده ممكن ان احنا نتغلب على الاعراض بتاعته عن طريق ان احنا ناخد ادويه مسكنه ومضاده للالتهاب. في اي اقراص مسكنه ومضاده للالتهاب ممكن تاخدها هتقلل لك الاعراض شويه. الحاجه اللي بعد كده، ممكن انت تدهن مراهم موضوعيه تقلل الاعراض بتاعه الالتهاب، او تزود الدوره الدمويه في الاطراف. فبالتالي الدوره الدمويه لما تزيد في الاطراف ايه اللي هيحصل؟ انا الدم بتاع جسمي دافي، فلما بيوصل للاطراف هيدفيها، فبالتالي الاعراض هتقل شويه. طيب ايه المراهم اللي انا ممكن استخدمها؟ في مراهم ممكن ان هي تكون بتحتوي على نيتروجليسرين، ممكن تروح لاي دكتور صيدلي يعمل لك تركيبه. التركيبه ديت عباره عن كريم بيحتوي على ماده فعاله بنسميها اللي هي النيتروجليسرين، ديت بتوسع الاوعيه الدمويه. ده رقم واحد. رقم اتنين، ممكن ان انت تستخدم مراهم بتحتوي على كورتيزون او كورتيكوسترويدز. الكورتيكوسترويدز ديت حاجات مضاده للالتهاب، بمعنى هتقلل لك الاعراض بتاعه الالتهاب شويه. وما تنساش الحاجه اللي هي الرئيسيه، ان انت لازم تحافظ على الاطراف بتاعتك دافيه، وتحافظ على المكان اللي انت عايش فيه يكون دافي، تمام. طيب لو الاوعيه الدمويه ضعيفه جدا، ممكن ندي حاجه تقوي الاوعيه الدمويه دي، زي مثلا الاقراص بتاع الدافلون، تمام. فالأقراص بتاع الدافلون خلاص هي هتساعد على تقوية الأوعية الدموية اللي حصل فيها التهاب وباظت، تمام، بسبب ان انت عمال تحطها شوية في برد وشوية في حاجة سخنة، تمام. ممكن الدافلون ده يساعد على تقوية الأوعية الدموية شوية، او ممكن نستخدم أدوية بتزود الدورة الدموية في الأطراف، تمام. ولو حصل تقرحات في المنطقة او بدأ يحصل صديد في المنطقة، على طول على الدكتور، تمام. وطبعا الادويه ديت ما ينفعش ان انت تاخدها غير باستشاره الدكتور او صيدلي، تمام. ده كان ببساطه الجزء اللي هو بتاع تورم اصابع القدمين والايدين في فتره الشتاء الصعبه اللي احنا بنمر بيه، تمام. لخصنا الموضوع في 5 حاجات. المرض عباره عن ايه؟ الاعراض بتاعته ايه؟ الاشخاص اللي هم اكثر عرضه للاصابه، الوقايه منه ازاي، واخر حاجه اتكلمنا عليها العلاج، تمام. اتمنى ان اكون افدتكم، واشوفكم على خير كده في حلقه جديده وفي معلومه طبيه كده جديده. كان معاكم دكتور اسامه معروف. السلام عليكم.